أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل بوغازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور يا فهد، حياك الله وساعة مباركة. سعيد بوجودي معك خلال هذا البرنامج. اليوم سوف نتحدث عن صحيفة الوطن 22 فبراير 1990، دورة كأس الخليج، أول نقطتين للكويت، وليد نصار يسدد من امام دفاع البحرين. طبعا وقت الفوز كان نقطتين. صحيح، هني منتخب الكويت بدا دوره الخليج العربي العاشره التي قيمت في الكويت بفوز على منتخب البحرين بهدف جميل احرزه وائل سليمان نجم نادي الجهره والمنتخب الوطني، وهذا يعتبر اول هدف للكابتن وائل سليمان في دورات الخليج، وايضا افتتح فيه بطوله الخليج التي قيمت في الكويت. الكل يعرف البطوله قيمت في الكويت بعدم مشاركة، أو ما نقول انسحاب السعودية، نقول عدم مشاركة المنتخب السعودي في البطولة وانسحاب العراق أثناء البطولة، والبطولة صار فيها شد وجذب. والكل يعرف تلك الفترة يعني حتى يعني البطولة مستوى الفني كان يعتبر مو مش ولا بد على قولتهم، يعني مو من المستويات اللي كانت يعني متأمنين فيها أو المميزة في دورات الخليج. حصل منتخب الكويت على أول نقطتين بعد فوزه على منتخب البحرين بهدف مقابل لا شيء في أول مباريات دورة كأس الخليج العربي العاشرة لكرة القدم، والتي جرت أمس على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة. وقد سجل هدف الكويت وائل سليمان في الدقيقة 10 من الشوط الأول المباراة، وجاءت المباراة بمستوى أقل من المتوسط كونها أول لقاءات الدورة. وستقام اليوم في الرابع على ربع المباراة الثانية في الدورة، حيث يلتقي منتخب سلطنة عمان ومنتخب الإمارات ممثل الكرة الخليجية والعربية في مونديال العالم في إيطاليا. من المنتخب الإماراتي وصل منتخب الإماراتي إلى كأس العالم سنة 90 في روما، كان مدربهم وقتها زقالو اللي أقيل بعد الوصول بسبب اختلافات إدارية مع الاتحاد الإماراتي في تلك الفترة، وعينوا في البطولة هذه اللي هو ديفيد بلاوت أو بلاوت اللي هو مدرب نادي الشارجة، وكانت النتائج جدا سيئة. بعدين إقالة بلاوت وإسناد المهمة إلى المدرب كارلوس البرتو اللي خاض معاهم البطولة في كأس العالم. نعم، طبعا بدايتين بفهد أزرق تخطى البحرين بهدف لوائل وفاز بأول نقطتين. الكويت 20 فبراير حتى 9 مارس اللي هي دورة الخليج العاشرة. هذا طبعا فرحة وائل بعد إحراز الهدف، طبعا وراء ناصر الغانم وراء ناصر أسامة حسين، وهني كرة وائل سليمان تعانق الشباك، معلن هدف الكويت والدورة الأول، أول هدف في البطولة سجل وائل سليمان. طبعا اللي صنعه الكابتن ناصر الغانم هو اللي صنع الهدف، واعتقد هو كان كابتن المنتخب في المباراة هذه، محبوب ما شارك. نعم، طبعا هني صورة ثالثة، مدافع البحرين يبعد كرة خطرة من أمام مرمى والهجوم الكويتي يترقب. هذا يمكن مايد الحداد، ما أشوف والله، ووليد الفلي وراه. صلاح حساوي لعب؟ إيه لعب. صلاح حساوي عيل هذا. طبعا ناصر الغانم يحاول خطف الكرة من أمام مدافعي البحرين. طبعا هي كانت مباراة متوسطة أبو فهد، يعني الصحافة ذكرت أنها مباراة كانت متوسطة، رجحت كفة البحرين في شوطها الأول والكويت في شوطها الثاني. طبعا هني أرضية الملعب كانت سيئة، من أسوأ أرضيات الملاعب التي قيمت فيها دورات الخليج بشكل عام، حتى على أيام الملاعب الرملية. نعم، كانت أفضل من أرضية الملعب التي قيمت فيها بطولة الخليج سنة 90 بالكويتي. طبعا لويس يقول الأزرق لعب الفوز ولم يكن خشنا في المؤتمر الصحفي اللي قيم طبعا بعد المباراة. هذه صورة لويس. مدرب البحرين يقول فريقي يلعب بأسلوب جديد ولم تحتسب ركلتا جزاء. هذا طبعا تصريح منتخب البحرين. وائل سجل أول أهداف خليجي 10. طبعا هذا وائل خطف الكرة، طبعا كرة ثابتة، ضربة حرة غير مباشرة رفعها ناصر الغانم نص دفاع البحرين. طبعا مثل الكويت طبعا سمير سعيد الله يرحمه، أسامة حسين، عادل عباس، باسل عبد النبي، عادل الخليفي، وليد الفلي، وائل سليمان، ناصر الغانم، وليد نصار اللي استبدل براشد بديح، صلاح الحساوي اللي استبدل بمحمد إبراهيم، وأخيرا مؤيد الحداد. طبعا مغازي شلونك نطلع فاصل إن شاء الله، تابع بقية الحلقة. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلكم معانا، فاصل قصير وراجعين لكم. موسيقى
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا مع صاحبة الوطن في 22 فبراير 1990، وكان وقتها كنا نتكلم عن بطولة الخليج التي أقيمت في الكويت. وأنا أحب أنوه لما قلت أن أرضية الملعب بالفعل كانت أرضية الملعب سيئة في دورة الخليج سنة 90، ومن ضمن يعني لما أقول لك أن أسوأ أرضيات اللي صارت أيضا كأس الخليج الخامسة التي أقيمت في بغداد 79 كانت أرضية الملعب جدا سيئة، أسوة في سنة 90 بنادي كاظم صداقة السلام أيضا كانت سيئة، الأرضيات ما كانت تساعد على أنك تلعب فيها كرة قدم على الأرض على الأقل. نعم طبعا، رأي جواد مقصيد ومحمد شعيب على لقاء الكويت والبحرين كان لهم رأي، يقولون المباراة لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. أما الشيخ أحمد اليوسف فيقول طبعا روح اللاعبين تجعلنا مطمئنين في بقية المباريات. طبعا هذا بخصوص المباراة، يعني نروح طبعا إلى أخبار الفرق الأخرى. في المحطة الثانية لقاطرة خليج 10، الإمارات بنجوم المونديال والحسم مبكرا أمام عمان المتطور، الكفة أرجح للإمارات والطريق مفتوح للمفاجآت. هاي صورة طبعا لمنتخب الإمارات، مدربا الإمارات وعمان قبل لقائهم اليوم، بلاوت مباراة صعبة وسنجاهد لاستغلال خبرتنا. هذا طبعا بخصوص الدكتور عبد الأحد قبل مغادرته هن بنجاح الافتتاح. هذه صورة للدكتور طبعا عبد الأحد مع الشيخ فهد الأحمد، صورة جميلة. عبد الأحد جمال الدين، هذا طال عمرك مصري. نعم دكتور عبد الأحد جمال الدين رئيس المجلس على شباب الرياضة وجمهورية مصر العربية. اي نعم. طبعا في اخبار اخرى ابو فهد، ننتقل الان من اخبار الخليج الى اخبار طبعا نتائج بطوله الاشبال الجودو. منتخبنا الوطني الشباب يفوز بذهبيه بطوله تعاون للتنس، حقق طبعا استطاع لاعب الكويت تحقيق فوزا ساحقا في بطوله تحت 18 على فريق المنتخب البحريني والحصول على الميداليه الذهبيه لهذه الفئه. وفي ختام البطولة الخامسة للتنس لدول مجلس التعاون ودول الخليج العربية التي استضافتها دولة قطر الشقيقة، طبعا وشاركت فيها 6 دول خليجية، كان لقاء الأمس بين الكويت والبحرين حماسيا طبعا، وفاز في منتخب الكويت. طبعا أبو الطيب المغربي أفضل رقم عالمي ب5000 متر، هذا طبعا مخصوص أبو الطيب المغربي. روح إلى أخبار أخرى من هذه الصحيفة، طبعا اللي هي صحيفة الوطن، يعني ما شاء الله 4 صفحات لتخيل وفهد مغطية 4 صفحات صحيح الحدث، يعني دورة الخليج بطولة. نعم بطولة الخليج. طبعا في عندنا كذلك خبر وفهد بخصوص فوز ليند ومانديلا في المرحلة الأولى من دورة أوكلاهاما الدولية. فازت ليند على الأمريكية بنيامين 6-2، وكذلك فازت مانويلا على البريطانية سامانتا 6-2 و6-1. وصلنا تجوري بغازي، يلا خوش تجوري. أنا ودي أعرض صورة الشيخ فهد الأحمد مرة أخرى مع يعني عبد الأحد، دكتور عبد الأحد جمال الدين، صورة جميلة وعفوية حقيقة. طبعا الشهيد فهد الأحمد يستاهل والله، أبو أحمد رحمة الله عليه شهيد الرياضة عندنا، ويعني اللي عمل نقلة نوعية من الرياضة من على المستوى الخليجي والعربي إلى المستوى الآسيوي والعالمي، رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد. وأيضا عبد الأحد جمال الدين أحد رجالات مصر في تلك الفترة، وكان رئيس أو وزير رئيس الشباب الرياضة عندهم هناك في جمهورية مصر العربية. أعزائي المشاهدين، وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، إلى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.